يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه ده، الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقولك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبلك العربيه دي. جيب العربية. أنا متشكر أوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلتلكوا عايزة اتكلم معاه في حاجة وهجيلكوا. طب ما تتأخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعة. ايه ده، فنطلع في حتة ضلمة؟ اطلع بسرعة هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعة. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في المايه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس والمايه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي المايه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان أعرف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أيوة. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر بالظبط. جمع دب. دبديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دبديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص بقى. يا ريت. حرف جر في حكايه قصه سارق السفن قرصان. يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان اهو.
حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيس وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشري هندي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا. انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا. ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم اريد ان ارجع لبيت حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي. خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. خلي البندق نفع نفسه. ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف ايه؟ احنا شركه شحن كبيره قوي ومحترمه. اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطه الشقيه. احنا عندنا ثلاث مراكب. الدلوعه، فلافيلو، واللي غير دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي؟ تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه. حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهين واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس دي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى. وجي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ان ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه. اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه انت اصلك هبله يا بنتي؟ زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شريهن حبيبتي عاملة ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبتلك معايا ايه؟ الله الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش. عملت لها شوربه ما شربتش. حطيت لها فول ما فولتش. جبت لها دوره ولب خشابي ما قزقزتش. اه وقعدناها على المقاشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ اه عارفاه. مش ده العدسه ابو جبه؟ ايه؟ ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قالك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟
ما تقوم يا وقت تهز كتافك وتغور من هنا، الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. هاو حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم يا ولد. قوم يا دوريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعتها. انت غور من هنا كتكداية. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبهولنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربية، كان في إشارة زحمة قوي فكنا بنتسلى في إيه يا شريهان. ماشي ماشي. أنا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك أنا فهمت إيه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك إيه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد، العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشايه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا بصي يا نيلي، هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجله بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع على بورسعيد وانت تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي، انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهل. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بتدي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعملك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت، هربت بنتل وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص، هو احنا لاقيين الفلوس؟ يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده؟ ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله.
حابب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ اه طبعا متضايق. يعني ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها. العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه. تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. انا مش عارفه اشكرك ازاي على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها معايا. انا مبسوطه قوي ان انا عرفتك بجد. فعلا انت من الناس الجنتل اللي انا مبسوطه انهم في حياتي. انا اللي مبسوط ان انا عرفتك. وبعدين انا ما عملتش حاجه. ده انت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن اشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. bang bang into the room. I know you want it. bang bang all over you. I'll let you have it. wait a minute, let me take you back. you need a bad bird to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. break me. this is the ice cold. Michelle, fight for that white coat. how from me. ارحمي نفسك شوية. قاعدة تتفطحتي تتفطحتي وتزرقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني. انا بتوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثة اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجة. تاكلي كيكة؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحدة ليكي وواحدة ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوة. مش حلوة ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب بالشوكلت. طب ما هي بتبز تشوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن. وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله. خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي. جد المدام عقبال امانتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ اه بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله حضرتك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين؟ واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا. خد اتفضل. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. اه والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جبتوا معايا. الله يكرمك الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. ايه يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف.
امال شايفاك العشم واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكن اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد ولا يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من الغنزه رن. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك، تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله حمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند.